إذن للوقوف عند الأزمة السكانية التي تعيشها العاصمة بغداد، وأيضا طبعا من ناحية السبب والأثر على المجتمع العراقي، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون أزمة سكانية خانقة تعيشها العاصمة بغداد، ولكن هل هي وليدة اللحظة دكتور؟ حياك الله وبياك أخي العزيز وحيا القناة. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، بالتأكيد هي ليست وليدة هذه اللحظة ولا هذه السنين الأخيرة، بقدر ما هي نتيجة إلى حالة غياب التخطيط بشكل عام لإنعاش الوضع العراقي بشكل عام في المحافظات، وهي نتيجة إلى حالة غياب الأمن وحالة انعدام الشغل والتشغيل والنسبة البطالة العالية في المحافظات، دفع الجميع أبناء المحافظات العراقية كافة الاتجاه نحو بغداد بحثاً عن عمل. والأسف الشديد لم تعد بالتأكيد بغداد تحتوي هذه الطاقة البشرية، فراح بعض الشباب يعملون في بيع الشاي على الطرقات، تقاطعات الطرق وبعض المواد السريعة الاستخدام، وهذا كله بالتأكيد يؤكد على حالة انعدام وفوضى في التخطيط وفي التدبير وفي توجيه الاقتصاد العام. لذلك هو النتيجة إلى الأخطاء المتراكمة للعملية السياسية التي جاءت بعد 2003. دكتور قحطان، الأزمة السكانية كما تعرفون دفعت البغداديين إلى أنهم يسكنون ببيوت مساحاتها صغيرة جدا، هل لذلك التحول للسكن الضيق هل يؤثر على المجتمع العراقي بشكل عام؟ هو التوجه بهذا الاتجاه وتقسيم القطع السكنية والدور إلى دور أصغر وأصغر وأصغر هي بالتأكيد نتيجة لسببين أساسيين: أولا الزيادة السكانية لأهالي بغداد، وغياب التخطيط من قبل الجهات الرسمية لمد المواطنين بمستلزمات البناء اللازمة لدورهم وقطعهم وعدم توزيع أراضي. إذن هي عملية مشتركة. هذه الأزمة بالتأكيد تؤثر كثيرا على طبيعة نشأة العائلة ونشأة الفرد وعلى المجتمع في المنطقة عندما تكتظ بالسكان وتغيب الصور الخضراء للنباتات. نعم. وتسكن في داخل منطقة صغيرة أو بس صغير عائلة كبيرة تنقل معاناتها إلى الشارع، وبالتالي يكتظ الشارع بالمشاكل، والشارع هو حب مشاكل كثيرة جدا. نعم، والدليل على ذلك دكتور، الدليل على ذلك يعني نشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثرة ما يسمى بالعامية بالفصول العشائرية، خاصة في المناطق الضيقة في المناطق السكنية، يعني في الحواري وفي الأزقة السكنية خاصة في بغداد. بالتأكيد، لأن قلنا البيت لم يعد يتجاوز 60 متر. نعم. في عائلة لا تقل عن 2 أو 3 أو 4 وأكثر، فهذه الحالة كأنها أشبه بالسجن. بالتأكيد نفسية الفرد في داخل هذا المكان ستنعكس سلبا حتى على مستوى التعليمي ومستوى الاجتماعي ومستوى طبيعة الأواصر، طبيعة التعامل مع الآخر، النبرزة في النفسية الفرد، وبالتالي تنعكس على الشارع. الشارع منفلت، لا قانون يمسكه، وكما تفضلت حضرتك العشائر التي هي أيضا أساسا أحكام أهوائية. لذلك نرى أن الوضع العراقي مأساوي، أو كل مأساة تلد مأساة أخرى أو مآسي عدة. ولعل هذه الظاهرة، ظاهرة السكن العشوائي، إغراق مدينة بغداد بالسكان القادمين من المحافظات، عدم توزيع أراضي للمواطنين لكي يتم عملية بناء سكن بديل، وعدم إعطاء منح مالية حقيقية مسهلة للمواطنين، كلها تدفع باتجاه إساءة للبلد على مستوى السكن. أيضا دكتور يعني لا وجود للحدائق في البيوت، هذه الحدائق كانت متنفسا للعائلات البغدادية. ولكن دعني أنتقل إلى يعني نفس الموضوع ولكن بشق آخر وبسؤال آخر، ربما من يتحمل المسؤولية. كما تعرفون دكتور وأنتم على اطلاع في ذلك، يعني بغداد حلت في عام 2022 بالمرتبة 52 عالميا ضمن قائمة أكثر المدن اكتظاظا بالسكان. هل تجد مبادرات من قبل الحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟
بالتأكيد لا، وإذا كان هناك ثمة بنايات أو عمارات سكنية هي باهظة الثمن، وكثير ما يسكنها الأشخاص الذين يملكون دورا إضافية وقد يذهبون باتجاه أن تكون هذه محطات إضافية إلى بيوتهم. أما المواطنين الذين يسكنون مناطق معينة بما فيها مدينة الثورة، مدينة الحرية، نعم، الشعلة، بياع، العدل، الدورة، المناطق المكتظة والفقيرة حقيقة، هذه تعاني الأمرين. أنا كنت قبل مدة في منطقة بالحرية، مساحة البيت 180 متر، عملوه 4 بيوت. صحيح. يعني تعمل لا يعرف كيف يعني. لذلك هذه المناطق أو الحلول غائبة، وإذا ثمت حلول فهي ترقيعية، يستفيد منها أصحاب الأموال والسراق الفاسدين، ويشتري هذه الشقق من يملك المال السحت في الغالب. تعتقد دكتور قحطان أن البنيان العمودي ربما يعني سيشارك نوعا ما في حل هذه الأزمة، أم أنه سيفاقمها؟ أنا لا أعتقد حقيقة هذا البناء الذي هو يعد متطور شكليا، أقول هو عشوائيا أيضا. على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى منطقة مطار المثنى السابق، نعم، فيه حوالي ما يقارب 500,000 وحدة سكنية أنشئت عمارات سكنية، هذه ونصف مليون شقة يعني نصف مليون سيارة، فكيف تخرج هذه السيارة يوميا وتعود أثناء الدوام الرسمي؟ ثم هذه المنطقة بهذه الصغر وتحتوي الكم الكبير من السكان، كيف يقضون أوقاتهم ووضعهم؟ قد تكون حدائق ولكنها لا تكفي لهذا الحجم. إذا هي كما قلنا عبارة عن استثمار لرساميل أموال سحت وأناس يتاجرون على حساب المآسي، أما الحكومة غائبة للأسف الشديد ولم تنتبه لهذه المآسي التي سوف تتفجر بعد أن تشغل هذه المناطق والعجلات السيارات تملأ المناطق ويكون الزحام غير مألوف وغير مطاق. على ذكر الزحام، بحسب تقديرات مديرية المرور العامة بغداد تشهد يوميا وجود 4 ملايين سيارة، بينما شوارع بغداد بحسب تقديرات يعني مراقبين وأيضا أصحاب اختصاص لا تصلح إلا 400,000 سيارة، بينما هناك 4 ملايين سيارة تجول في شوارع العاصمة بغداد. دكتور، هذا الهدر في الوقت والهدر في الموارد، هل هناك حسابات لهذا الهدر من قبل المسؤولين؟ ليس هناك أي حساب، وبعض يرى أن بعض الجسور التي تنشأ أخيرا قد تخفف عن ولكن أيضا غير مدروسة. على سبيل المثال الجسر الذي عمل عند السفارة التركية سابقا قرب الفنون الجميلة سمي جسر فايق أحد الفنانين العراقيين، نعم، هذا الجسر سهل في عملية عبور سيارات عند منطقة الأكاديمية، ولكنها تكسدت السيارات أو تجمعت في التقاطع الآخر. إذا ليس هناك فكرة علمية منتظمة علمية واسعة شاملة لهذه المجسرات، على ذلك أن يوميا عشرات مئات آلاف السيارات تدخل جديدة إلى بغداد، ولم يكن هناك أي إجراء للسيارات القديمة كالترحيل أو التسقيط أو سواء، ولم يكن هناك السيارات التي هي في الشارع الآن في الشارع الرئيسية نسبتها أقل بكثير من السيارات الراصفة عند البيوت. ومع هذا منطقة البياع إلى منطقة الكاظمية تحتاج ساعتين بالضبط. ساعة ونص حتى نعم. تصل ازدحام مقفل كأنما تسير سلحفات وليس سيارات. هذا كله العشوائية والعبثية نتيجة لغياب الدولة وأهمال الدولة لمسؤولياتها، وهذا جهل، وأن أقول ليس جهل حقيقة بل هو إجراء خبيث لكي يوصل العراق إلى ما وصل عليه، وتوصل بغداد العاصمة الذهبية إلى ما وصلت إليه من وصف سيء للأسف الشديد. دكتور، حتى السكن البغداديين وحتى العوائل طبعا في بقية المحافظات، ولكن نحن نتحدث عن العاصمة بغداد، سكنهم بمساحات صغيرة من هذه البيوت، وأيضا اكتظاظ داخل العائلة الواحدة في بيوت صغيرة ساهمت في حالات الطلاق التي تجري الآن في العراق. أكيد العائلة لم ترتاح حتى في وضعها الداخلي، مشاكلها تخرج مباشرة إلى الشارع، لأن ابن العائلة أما طفل أو طالب
أو موظف، هو محمل مشاكل بالداخل. كنا سابقاً في بيوت من فضل الله الواسعة حدائق بسيطة، لا أقول لك حدائق كبيرة، تخفف من معاناة الشخص، تعطي له أفق أوسع في النظر، توسع حاله. هذه كلها انتهت، والآن المواطن العراقي من كبد إلى كبد، إلى الحرمان، إلى نقص، إلى الظلم، وبالتالي كله يجعل نفسية المواطن سيئة، فتعامله أيضاً يكون سيء. دكتور، إذا أردنا أن نحمل المسؤولية، هل التخطيط العشوائي وحده من يتحمل المسؤولية؟ طبعاً إذا كان هناك تخطيط في بغداد. ليس هناك أي تخطيط في بغداد، قلنا على أقل تقدير ليس هناك التفكير بإنسيابية الدخول والخروج للتجمعات السكنية التي هي على ما يبدو تابعة لجهات متنفذة. أما العشوائيات التي غزت المناطق المختلفة في بغداد الزراعية وسواها كالدورة وغيرها، هذه لا تخطيط بالمرة. كل شخص يملك دونم أو دونمين يحاول يقصف الشارع ويكثر عدد القطع السكنية ليبيعها ويقسم الشارع كما يستهي. ليس هناك انسيابية خروج الشارع من الجهة الثانية ولا انسيابية للدخول، وبالتالي نرى مناطق متقطعة، أوصالها، الشوارع غير متكاملة في التوصيل، وهنا مسألة كبرى، مشكلة كبرى إذا ما فكرت الحكومة الوطنية لاحقة لكي تصحح الحالة. إذن غياب الدولة، وغياب الدولة هنا عم يبدو مقصود، لأن الرشوة هي التي تتحكم، فالذي يبيع أرض زراعية يعطي رشوة للبلدية حتى تمرر عملية البيع، ولا كيف يبيع أرض زراعية تعاقد عليها مع الدولة يبيعها منطقة سكنية ويقسمها؟ هذا الخلل هو نتيجة إلى فساد، وإلى تقنية في الفساد. تقنية إيصال العراق إلى حالة هو أسوأ بلد بالعالم، وبالتالي نقول هذه تحملها بالتأكيد الجهات المسؤولة عن الدولة، إن كانت هي ضليعة أو كانت جاهلة أو كانت لا تبقى أو ماذا تفعل عليها من فعل، هي تتحمل مسؤولية لأنها صاحبة القرار، والتي تمنع والتي تسمح بهذا الخطأ. أو ذلك عبر سكاب من بغداد، أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لكم.